فمن جيت أنا يعني حقيقة التفت علي أهلا أستاذ جعفر، مرحبا أهلا وسهلا. فقلت له، هاي كان وقت يعني مساء يعني ليلا والله، فاجيت قلت له خلينا نقعد. وين نقعد؟ اكو جانب من القاعه هذه اللي بي ار سي، قال نقعد هناك. بهالاثناء كان بي ار سي وتراب علي هذا يصير، فنزلت قطرات مطر. وين نزلت؟ نزلت على ايدي على ساعدي من انا، فصارت قطرات تراب ومطر هنا. فهو باوع قال هاي شنو مطر الدنيا، فظل يمسح على ايدي وينكت. حقيقة أنا باوعد قلت هاي دي يسوي فينا زين. ف يعني استذكرت هواي جزء هو سلوك الطبيعي هذا، ما أعرف أنا هذا اللي صار. وسحبني تعال أستاذ جعفر، كأنما أنا جاي بيته يعني، وتعال دي يحرص علي. ومضيف يعني كان المهم يعني بهالشكل. فقعدنا على طاولة بالزاوية وقعدنا، بدأ يتحدث. قلت له أنت، إحنا جينا بأنه تقدر تعرضت للتعذيب، ومن المعذبك قل لي حتى. وهذا هسه كان قائد المعتقل أو المسؤول على المعتقل موجود عقيد. فقال لي لا يعني أنا متفاهم ويا الأخوة الجماعة، العفو متفاهم ويا الجماعة. قلت له يعني ما عندك مشكلة؟ قال لا. قلت له ليش تقول أنا لا أتعرض للتعذيب؟ قال لا، أنا بداية أول ما قبضوا علي كنت بحاجة إلى عملية، إجراء عملية. قلت له شنو عملية؟ قال إجراء عملية وسووا لي إياها. عملية ما شنو؟ قلت له ما ليش العملية؟ قال فتق عندي وسووا لي إياه، لكن مع الأسف يعني ما أنطوني فترة نقاهة بالمستشفى أكثر من اللازم. قلت له إيه حقك صحيح زين. المهم قلت له يعني هاي المشكلة؟ قال إيه هاي المشكلة. وأنا أخذت حصوتي ذيك المرة من أنا من هذنيك الحصات مال الزرع. قال دزيت ويا المحامي الخليل الدلياني ويا، قلت له توديهن لهم عدي دي لو ثلاثة حصوتي حصات اثنين خليته، اي خليتهن بظرف وقلت له وديهن لهم عدي. فالامريكان اخذوهن منه. قلت له ايه؟ قال فهذا تصرف يعني كان اهوج، يعني ليش ياخذوهن منه؟ قلت له هي شنو هاي معناها الحصاتين لهم عدي شنو معناها يعني انت ايش تقصد؟ قال شوف يا ابا استاذ جعفر، الانسان من يمضي به العمر. قلت له ايه؟ قال يتذكر ايام الصبا. فهاي بيني وبينها رسالة قديمة يعني، فردت توصل يوصلها المحامي خليل الدين يمي لمعدي حتى تتذكر موضوع معين. قلت له خلاص أنا ما سألك بعد بهذا الموضوع، بعد عندك شنو مشكلة؟ الأكل؟ قال لا الأكل. قلت له شوف تاني تعلم عليه. قال إيه بس مو مثل أكلنا الناتلة كنا قبل. قلت له إيه؟ قال لا يعني مو شي هذا الأكل وهاي زين. قلت له هو اللي يسافر يختلف أكله، فكيف أنت موقوف؟ كان يباوع عليه. قال هم يعني كلنا أنا مو أحب الأكل وهاي. قلت له المهم إذا أي طلبات أخرى إحنا مستعدين نوفر لك إياه، وهذا واجبك رئيس الدعاء.